مارس آذار من العام الماضي تواجدنا هنا مع إغلاق باب كنيسة المهد إلى جانب أبواب دور العبادة كافة في مدينة بيت لحم بعد الكشف عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية. الحياة اليوم عادت إلى حد كبير تدريجياً إلى طبيعتها باستثناء القطاع السياحي الشريان الرئيس للاقتصاد في المدينة. نحن تقريبا 50 دليل سياحي بنحصل على تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر، ومن 5/3/2020 توقفوا تصاريحنا. الأمل الأكبر إلي كدليل سياحي إنه يرجع لي تصريحي، لأن أنا من حقي برضو إنه نرافق الوفود السياحية ونحكي لهم عن أرض الإنجيل والتوراة والقرآن. تستقبل مدينة بيت لحم سنوياً أكثر من 60% من إجمالي نزلاء الفنادق وزوار الوافدين إلى الضفة الغربية. خلال العام الماضي توقفت عشرات الفنادق السياحية عن العمل بشكل كامل في المدينة. لا نتوقع أنه خلال الفترة القادمة يجينا سواح، احتمال كبير على الكريسماس شوية يمكن يجي سواح 10 غرف 20 غرفة 30 غرفة، اللي هم لا يشكلوا نسبة توقيف الخسارة. يعني توقيف الخسارة بدها فوق 20% من الغرف، يعني فوق 1000 غرفة تيكون في بيت لحم تمنوا البلد بطل تخسر.